انت اخويا عمر تشوف تقول العين ما كاينه جوج بلاوات في دقه واحده شوف انت ودا عمر شاف فيا واحد السيده مسكين مع شاف فيا مع ترتقب جوج الله يسر ودا عمر تحيه وتقدير سيدي عبد الكريم حنان شخصيه مدينه اكادير تبارك الله عليك انا صراحه مولوع بك وبقيتي كتصيفط لي بعض المنشورات وبعض الفيديوهات كتبين تبارك الله داك الطاقه ديالك اللهم بارك وكنشوفك كتمشي بعيد ان شاء الله الله يبارك فيك وكيف ما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ان العين لحق وما عندك ما دير السي عبد الكريم حنان شخصيه مدينه اكادير ضحكتيني ملي قلتي لي تمشيو لك جوج ديال الروايض في دقه ايه هي المعلميه اش تما كتشبعيش اخويا مره ضرب العقابي مزيان وكل مزيان اسمع السي عبد الكريم حنان كل مزيان الله نعس مزيان الله ضرب العقابي مزيان الله صحة والعافية شباب مباشرة من عين عتيون بارك عليك عمر يا كتسربي واش كتسربي شنو كدير عندك بريسه ولا كتبالي دواء القلب هذا ما شاء الله اللهم بارك هذا العنب كرمنا به السي عدتو وليداته الله يبارك والاخوان واللي بلو النسر عمر النحيلي ما عرفنا واش كلا الحمام ولا الحمام نقبو ونحيلي واش درتي واش فرعوك ولا فرعتيهم الله عندنا الثقه حنا في النسر ديالنا واش الناد خل من موراهم قال لك ب 55 دقيقه ولا منع ايوا دخل جبرهم تما جبر محمود نقطع له السنسله في الطريق ايوا واحد مول الحانوت يعني هما كيقولوا سوسي وانا عشرت سواسه وشفت الكرام سواسه والتفاني ديال سواسه يعني داك الشيء يعني غير يعني حيت قال لك التي تقذف في الحجره هي اللي كطيط الثماره نعم قال لك اسيدي بلي ما هو هذا واحد مول الحانوت عنده فار كيعطيه الدواء ما كيزدها يصحاح واحد النهار يتعصب مول الحانوت شبه واحد الزلاطه طاح عليه تطيح له سنانه والفار يشوف فيه ويضحك قال له الكفته اللهم بارك اللهم بارك راس المال ديالي فيه مشى في هادشي هذا ما خصني غير جوج بياسات ما خصني جوج الا تكلم اتكلم ما خصني جوج بياسات بارك عليا هما خمسه تبارك الله مساك انت شريت طوموبيل وشوف كيف دير تقول ابو حفصه شريت طوموبيله كي ندير قنعني قنعني باش نشري الطوموبيل هاي هاي على جواد هاي هاي البطل جواد شوف تبارك الله الباسو كيطالع وليدي في العقبه شوف 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 هاديك السي جواد اللهم بارك يا الجمال ايه يا الفنون يا الله يبارك شوف بابا شوف 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 بابا شوف شوف فين انا وفين انا ها فيك يطلع احمد ياذن هنا ايه يا وليد بخين 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 احمد بخين بسم الله بسم الله على ما قسم الله بسم الله عدنا العنب هذا البطاط سيدي الشهم تبارك الله شحال غزال شوف هذا الفيديو هذا واحد الفيديو صورتو السي الياس قول شي كلمه قول شي كلمه الياس تاع ياسي اي فهمك الياس الياس لا مونطاني شحال فيها من كيلومتر هاد العقبه 8 شحال كون ضربت فيها جاود نشطان جاود نشطان ضرب العقبه تاع التيول قالت لي شي كيلومتر ونص كلا شي بنادم دابا ما قادش اخويا نكمل هذا ما قادش واجي الحمام طلع ولا والو نبقى تحت القادي دابا يلا طيف يا لطيف على دوسي
علم السي الامين السي الامين ها هو السي الامين بيدو ها كاين واحد القضيه نعم السي الامين السي محمد شوف شوف حاشا غنطلبوا منه واحد الطلب ياه غنطلبوا منه واحد الطلب وخصو يدبي لنا يسمعني شي حاجه لا لا خي عبد العالي راه نجيو نديرو شي ليله لا لا قصيدة ماشي قصيدة للدرجة الهوائية ياه هذا حق هذا حق يتسلوا هذا حق هذا حق هذا حق بصح عندنا واحد السؤال السؤال يقول لماذا النساء يصبرن لفقر أبيهم أو لأبيها ولا تصبر على فقر زوجها حيت الأب ديالها ما تقدرش يتبدلوا هذاك هو بواها أصلا هذاك هو الأصل والزوج يمكن تحيدو تجيب واحد واحد حازق تحيدو تجيب واحد مرفوع واش هادشي هنا يا حبيب هادي الكفته وكتاكلها بوحدك وحنايا كياكل بوحدو على الطبل انا السي عمر تبارك الله عليك ها البطل ديالنا السي عمران ها قال لك اسيدي خصني نمشي عندك القله مدينة القصر الكبير طريق القلة الدرويشة مسكينة ما قدرتش ما قدرتش الله يل حطها في فيترينة الله 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 متابعي قناة أبو حفص حيليم لا تنسى دعم المقطع بلايك ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلك الجديد دمتم أحرار والسلام عليكم ورحمة الله.